صباحنا مستمر معكم مشاهدينا، وبأولى فقراتنا راح نكون مع حدث عالمي وأيضا انعكاسه في فلسطين. نتحدث عن يوم الإحصاء العالمي وأهمية الإحصاءات والبيانات اللي راح نناقشها أكثر مع رئيس مجلس أو جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني دكتور علا عوض. يسعد صباحك، كل عام وأنتم بخير. يسعد صباحكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد المولد النبوي، وكل عام وكل شعبنا بألف خير. أهلا فيك معنا دكتور علا. يعني في هذا الموضوع وتحديدا الإحصاء، تغييرات عديدة صارت في هذا القطاع على مدار السنوات الماضية، سواء كان من بدء تحضيرنا للتعداد السكاني اللي شفنا نتائجه وأثره على أرض الواقع، العمل الجاري حاليا بما يخص التعداد الزراعي، حتى كنا نتحدث قبل الهواء عن موضوع الثقافة فيما يخص الإحصاء. بهذا اليوم وبالشعار اللي حملته فلسطين ليس فقط محليا وإنما عالميا بالبيانات نحو قيادة التغيير، كيف ممكن نقيم وضعنا فيما يخص هذه الأرقام والبيانات؟ صحيح، يعني إحنا بفلسطين فيما يتعلق بالجانب الإحصائي، يعني بكل فخر بنحكي إنه إحنا اللي من قيادات المجتمع الدولي في المجال الإحصائي، وهذا بحد ذاته هو يعني إنجاز بحق فلسطين، ما أجا بدون دراسة وبدون يعني حجم الجهد وحجم التطور الكتير كبير وحجم الدعم اللي ساند الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اللي حط العمل الإحصائي الفلسطيني وتطور الإحصاء الفلسطيني رغم صغر سنه مقارنة مع بقية الأجهزة الإحصائية نحو قيادة العمل الإحصائي والتطور الإحصائي في العالم. هذا انعكس طبعا كمان فلسطينيا عندنا، لأنه مش ممكن إحنا نقود العالم في المجال الإحصائي وإحنا ضمن وضعنا بفلسطين ما يكون عندنا هذا التطور الكتير كبير. ففي كتير أمور تم التغيير عليها. أولا التكاملية اللي ما كانت كتير موجودة يعني سابقا بين المؤسساتنا مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لأنه إحنا جزئيا إحنا نشتغل على إنتاج البيانات، ولكن عندنا مثلا إعلامنا اللي إحنا فخورين جدا فيه، واللي أنا بشكركم كمان على هاي المبادرة، اللي أنا سعيدة في إنكم إنه يعني أخذتوا زمام الأمور في كمان الحديث عن اليوم العالمي للإحصاء، اللي هو كمان بكملنا، وطبعا في جميع المؤسسات في القطاع العام والخاص. الإشي الجديد اللي صار عندنا، إحنا في عندنا توجه فعلا لما منيجي منحكي البيانات نحو قيادة التغيير، من جانب إنه هو خلق جيل شاب جديد يكون عندنا بفلسطين علماء بيانات، وهي من الجوانب اللي إحنا بنشتغل فيها مع جامعاتنا الفلسطينية. بدت المبادرة مع الجامعة العربية الأمريكية بأنه إحنا عم اشتغلنا على برنامج مشترك بين جامعة هارفارد والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والجامعة العربية الأمريكية، عم نخرج حاليا علماء بيانات. ما في حدا تخرج من هذا البرنامج غير اشتغل إما محليا أو حتى على المستوى الدولي. فهذا جانب. الجانب الثاني في يعني هذا مهم، إنه خلق جيل عالم بيانات عندنا بفلسطين، لأنه بطلنا نحكي عن إحصاء، يعني الإحصاء حتى إحنا بطل إشي اسمه إحصاء في العالم، صرنا على إشي أوسع نسميه البيانات واللي كنا نحكي عنه بشكل سابق. دكتورة، يعني إحنا بنحكي البيانات هي الأرضية الخصبة دائما للدراسات لتطوير، وحتى في يعني في التنمية المستدامة 2030 اللي كل العالم ببحث إنه يكون هاي البيانات حاضرة دائما لتطوير الأنظمة، تطوير الجهات الاقتصادية. قديش ممكن نحكي إنه موضوع تعزيز هاي الأرضية، وبنعرف إنه العمليات الإحصائية أو تجميع البيانات مكلفة جدا، اليوم في تسارع في التطوير، في تسارع في التخطيط، وقديش ممكن نقول إنه جهاز الإحصاء المركزي ممكن ينطلق معنا ليزودنا بكثير من البيانات خلال ممكن نحكي 10 أو 8 سنوات القادمة؟ يعني إحنا طبعا عندنا خطة استراتيجية اللي هي فعلا اللي تشتغل على كل مكونات النظام الإحصائي. حاليا ضمن التطور اللي بنيجي بنحكي فيه للبيانات نحو قيادة التغيير، إنه كمان يكون هناك فعلا عندنا سجلات إدارية قوية في مؤسساتنا الحكومية ووزاراتنا، وهذا عم بنشغل عليه من أهم
المقومات الاستراتيجية الوطنية للإحصاءات الرسمية عندنا بالبلد. هذا جانب كتير مهم، وكمان خلينا نكون صريحين مع بعض، هو جانب ضعيف عندنا يجب أن يتم تقويته حتى فعلا نيجي نحكي فعلا يعني فلسطين إحصائيا عم تتقدم، لأنه إحنا زي ما تفضلت ما بنحكي فقط جمع بيانات من خلال الجهاز الإحصاء، بقدر ما أنه كمان في كمان مكونات أخرى في النظام الإحصائي مثل السجلات الإدارية والمركزية. هذا اللي بده يكون علينا في المرحلة القادمة نحو تغييرها وتطويرها اللي نكون فعلا نعتمد عليها بشكل كتير كبير. الجانب الآخر في التطوير واللي العالم الإحصائي عم بتطلع عليه هو التعاون مع القطاع الخاص، لأنه كمان القطاع الخاص بحد ذاته هو كمان أصبح جانب كتير مهم في التكاملية الموجودة حتى يكون في عنا تطور في العمل الإحصائي في أي بلد. يعني إحنا نتمنى أن تكون وصلت الرسالة للجهات المختصة، وأيضاً بنتحدث في جزئية أخرى، صحيح تقع على عاتق الجهاز المركزي للإحصاء مسؤولية جمع البيانات والمعلومات، ولكن التعاون أيضاً من باقي الجهات لأي مدى هو مهم؟ يعني إحنا كصحفيين، كباحثين، كمجتمع، كمؤسسات حتى بتنفذ مشاريع، الحكومة، القطاع الخاص، كلها بحاجة لهاي البيانات لحتى تكمل في أي مشروع قائم. بالتالي هذا التعاون ما بين الجهات والمؤسسات بتقديم هذه المعلومات أيضا للجهاز المركزي للإحصاء، سواء نتحدث عن مؤسسات حكومية أو حتى قطاع عام، لأي مدى فعلا ممكن أنها تساهم في هذا التغيير اللي إحنا عم نقوده، لأي مدى ممكن تساهم أيضا في بناء أسس صحيحة لأي مشروع قادم؟ يعني صحيح، يعني كل اللي تفضلت فيه هذا جانب كتير أساسي ومهم، هو مش بس نحكي بقدر ما احنا ننفذه ونفعله. فحاليا يعني الشغل انه سابقا كان انه نشتغل انه لانتاج البيانات ونشرها، ولكن هلا المهم ما بعد ذلك انه اهميه، لانه فعلا البيان يعني التخطيط هو اساسه البيانات الاحصائيه. يعني لا يمكن انه اي صانع قرار يخطط بدون ما يكون يستند على بيانات احصائيه. هلا كمان دورنا رح يكون لاعب اساسي في تمكين صانع القرار والتاكد من انه فعلا استخدام هاي البيانات، عكسها في التخطيط، عكسها في التنفيذ، حتى فعلا نلمس الواقع التغيير. عشان هيك عم نحكي انه أصبح كمان دور الأجهزة الإحصائية إنه فعلاً كيف ممكن هذا الرقم وهي البيانات تحدث تغيير. إحنا دورنا سابقاً نيجي نحكي هاي البيانات لكم اتفضلوا اشتغلوا على التغيير، اليوم رح نكون معهم إيد بإيد لنحدث هذا التغيير. دكتورة، كمان من الأدوات الفعالة اليوم بنحكي عن رقمنة العمل الإحصائي، وبنحكي عن إحصائيات اليوم عالمية وحتى محلية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، صارت تعطينا أرقام إحصائية من خلال الآي بي اللي بيدخل فيه أي مستخدم للكمبيوتر أو حتى جهاز هاتف محمول. قديش كمان مهم جدا أنه نتعاون ما بين جهاز مركز الإحصاء وأيضا وزارة الاتصالات في موضوع هاي البيانات اللي مهمة جدا لكثير من حتى التعاملات البسيطة كطلاب جامعات أو حتى إحصائيات بسيطة لمستخدمين الإنترنت أو متأثرين نفسيا من بعض مواقع التواصل الاجتماعي. يعني صحيح تماما، يعني احنا حاليا بصدد التعاون مع وزارة الاتصالات في مشروع من هذا الجانب، وايضا هناك يعني كنت فخورة جدا كان في كان ورشة لوزارة شؤون المرأة اللي عملوا دراسة تحليلية مع جامعة القدس فيما يتعلق بطبيعة المواضيع الهامة اللي بتتعلق بالمرأة الفلسطينية وانعكاسها في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. كان هناك تعاون بين جامعة القدس ووزارة شؤون المرأة، وطلعنا على نتائج الدراسة التحليلية هاي بحد ذاتها، المبادرة اللي قامت فيها وزارة شؤون المرأة يعني ممكن لها كل الاحترام. هاي اللي احنا بنحكي عليه زي ما تفضلت، انه اصبحت البيانات مفتوحة أكثر وموجودة بشكل أكبر وفي مجال كتير كبير للتطوير. أيضا هناك تعاون كتير كبير موجود مع القضاء، مع مجلس القضاء الأعلى، رح يكون في عنا نتائج قريبة جدا يعني، وكمان هاي كانت مبادرة. يعني بحكي فعلا في عنا تطور صار ملموس، إنه أصبح إنه عنا الجهات اللي هي عم بتتواصل معنا. عم هناك في مشروع مع مجلس القضاء الأعلى لتقييم جودة الخدمة اللي بيقدمها القضاء حتى يكونوا فعلا يعكسوا نتائج هذا المسح
ضمن مخططاتهم وضمن التخطيطهم وضمن البرامج والتدخلات. واخر شيء في عندنا كمان تعاون كثير كبير مع مكتب رئيس الوزراء ومع مجلس الوزراء لأيضا إعداد دراسة مسحية حول خدمات القطاع العام. وأيضا اليوم عندنا كمان ورشة مع تقييم جودة الخدمات القطاع الخاص، لأنه إحنا بنحكي على الأقل كل هاي المحدودية الموجودة عندنا وإحنا ضمن اقتصاد محدود، على الأقل مؤسساتنا الوزاراتنا في القطاع العام ومؤسساتنا في القطاع الخاص على الأقل يقدموا خدمة ذات جودة عالية صحيح للمواطن. صحيح. جانب آخر بقدمه الجهاز المركزي للإحصاء هو موضوع التطوع، وعدد من المتطوعين صاروا فعليا هم من كوادر هذا الجهاز، يعتمد عليهم في كل مراحل جمع البيانات حتى المساعدة في تحليل البيانات في بعض الأحيان. تابعنا هذا الموضوع من سنوات، كانت في السنوات الماضية وما زال مستمر في كل عام أو في كل تعداد في كل مرحلة لجمع المعلومات يكون في عندنا كادر جديد من المتطوعين، هذول اللي عم بيساعدوا في نشر ثقافة جمع البيانات أولا، ثانيا إحنا عم نجدد هذه الطاقات الشبابية للاعتماد عليها حتى يشعروا فعلا أنهم هم جزء من المجتمع حتى يحسوا بالمسؤولية، وكمان عم بيساعدوا وهم عم بيساعدوا أنفسهم بأنهم يطلعوا على كل ما هو جديد في عالم جمع البيانات. كيف عم بتطور هذا الموضوع في الجهاز المركزي للإحصاء الخبرة اللي اكتسبناها من التعداد السكاني وعم نطبقها حاليا في التعداد الزراعي؟ يعني هذا كمان من المشاريع اللي بحكي فعلا عم يعني إحنا كفلسطين هناك نقلة نوعية في تطور العمل الإحصائي عندنا بالبلد، وصار في عندنا ثقافة كتير أوسع وإدراك أكبر لأهمية الإحصاء ولأهمية البيانات عندنا موجودة. وهذا اللي بتتفضلي فيه يعني إحنا بنحكي عندنا أصبح في جيش إحصائي موجود عندنا بمجتمعنا. كمان إحنا محظوظين جدا بالجيل الشاب الموجود اللي كله طاقات عالية، اللي كمان اللي دائما بأكد عليه إنه حتى التحديات الموجودة عندنا بفلسطين بواقعنا وبظروفنا المختلفة عن باقي دول العالم، جيلنا الشاب اللي هن الخريج الجديد عندنا هن اللي بقوموا بحل هاي وتجاوز هاي التحديات، واللي بأكد عليه هذا تم كمان توثيقه عندنا بدليل التعدادات في الأمم المتحدة للإطلاع على أفضل ممارسات الفضلة اللي كانت تجربة فلسطين، وهي كمان عم تتمثل اليوم مع التعاون مع وزارة الزراعة في تنفيذ التعداد الزراعي بوجود هذا الجيل الواعد اللي احنا فخورين جدا فيه. كل الشكر لكم طبعا كجهاز مركز الاحصاء الفلسطيني وكل المتطوعين وحضرتك دكتوره على كل هالطاقه اللي يعني بدينا فيها صباحنا، وان شاء الله دائما نوصل لبيانات وارقام دائما تنعكس ايجابا على مجتمعنا على شعبنا وايضا على كل شيء بيتعلق فلسطين اللي بتعيش ظروف صعبه تحت الاحتلال. يعطيكم الف عافيه وكل التوفيق. شكرا. وبهي المناسبه بحب كمان اوجه لكل طاقم الإحصاء من في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني كل التحية والتقدير على جهودهم، ولوما هذه الجهود الموجودة كفريق عمل ما كان التطور العمل الإحصائي موجود عندنا بفلسطين، فيعطيهم ألف عافية. من ضمن صوتنا لصوتك بالتأكيد، هذه التحية الصباحية لكل العاملين في هذا المجال. شكرا.